عباس بن فرناس، أبو القاسم عباس بن فرناس، من العلماء المسلمين الموسوعيين الأندلسيين، اتعددت خبراته وعلمه في الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء، اشتهر بمحاولته المشهورة للطيران، يعد أول طيار في التاريخ. كان عباس بن فرناس مخترع، مهندس، طيار وطبيب وشاعر عربي وموسيقي أندلسي، هو من أصل بربري، عاش في إمارة قرطبة، اشتهر بكثرة اختراعاته، واللي ذكر بعضها المؤرخين، اخترع الساعة المائية وسماها الميقات، وهو أول من وضع تقنيات التعامل مع الكريستال وصنع عدة أدوات لمراقبة النجوم. ولد عباس بن فرناس عام 194 الموافق 810 هجرية، اترعرع بقرطبة وتوفى عام 271 هجرية الموافق لعام 887 ميلادية. اخترع بن فرناس ساعة مائية أطلق عليها اسم الميقات، واستطاع أنه يتوصل لصناعة الزجاج الشفاف اللي بدون ألوان، وكمان صنع عدسات طبية وطور عملية قطع صخور الكريستال اللي خلى أسبانيا تستفيد من هذا وتتوقف عن إرسال معادنها لمصر عشان يتم تقطيعها هناك. واخترع آلة صنعها بنفسه لأول مرة تشبه الاسترلاب في رصدها للشمس والقمر والنجوم والكواكب، وأفلاكها ومداراتها ترصد حركاتها ومطالعها ومنازلها. عباس بن فرناس ابتكر آلة اسطوانية تتغذى بحبر سائل يستخدم للكتابة، وهو أول قلم حبر سائل في العالم، وهذا كان في القرن الثالث الهجري، لكن الاختراع ده نسب لغيره بعد عدة قرون. عباس بن فرناس هو أول رائد فضاء في التاريخ، ويعد للفضل الكبير بعد الله في تقدم علوم الفضاء اللي تطورت طول 8 قرون. ليه تمثال في العراق على طريق مطار بغداد الدولي، وسمي مطار آخر في شمال بغداد باسمه.